إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض الأمساك. طبعا مرض الأمساك مشكلة الجميع، ومن المشاكل الهضمية الشائعة كثيرا. والأمساك الذي ينجم غالبا عن تناول طعام، يعني الطعام الغني بالألياف، أو يكون أحد أعراض اعتلال في الجهاز الهضمي أو الجسم عموما إذا استمر مع الوقت. أيضا يعتبر أيضا الخروج أقل من 3 مرات أسبوعيا، والإحساس بالألم لمدة طويلة جدا تصل إلى 4 مرات إلى 3 مرات كل أسبوع، وخصوصا إذا استمر مع الوقت، بالذات إذا كان البراز يعني صلبا. يمكن يتم تشخيص هذه الأعراض من قبل الطبيب المختص، ويمكن تفادي الأمساك بسهولة إذا يعني اتبعنا نظام غذائي مخفف، واختيار نوع من أنواع الألياف المعينة التي يهضمها الجسم، لأن في بعض الأنواع التي لا يهضمها الجسم وتمتص، يعني تمتص خلال وجودها في الأمعاء كميات كبيرة من المياه، مما يجعلها يعني فضلات مثالية. وتعمل الألياف أيضا دور يعني للكشط بشكل عام للمعدة والأمعاء، يعني أيضا في تنظيف يعني جدارها، يجعلها يعني مزيلة للعوالق التي عليها بشكل عام، كما أنها تنظم عملية تفريق فضلات الجسم. ومن أكثر الأطعمة يعني من أكثر الأطعمة احتواء إلى على الألياف مثل الخضار عموما، وخصوصا أيضا الملفوف والقمح الكامل. ويجب اختيار أنواع من الألياف غير قاسية، ومثل أيضا القشور والحبوب، وتنعدم أيضا الألياف تقريبا في اللحوم والحليب. ولضمان صحة عمل الجهاز الهضمي أيضا ينصح بتناول الكثير من الماء بمعدل 1.5 لتر، يعني ويكون شرب الماء أكثر يوميا. أيضا في الأيام العادية ممكن تقدر تشرب 2 لتر على الأقل في الأيام الحارة، ويمكن شرب يعني بعض السوائل من العصيرات أيضا، وهذا يعطي فعالية أيضا في الصباح. ويعني والمصاب بالأمساك ممكن يقلل من قوة الأمساك إذا شرب 0.5 لتر من الماء على الريق صباحا، لتنظيم أموره بعد دقائق أو بعد تقريبا 1/3 ساعة. عموما يعتبر الغذاء المعتدل المتنوع القليل الدهون والكثير الخضار والحبوب والطعام المعتدل في أوقات منتظمة، والابتعاد يعني عن العادات السيئة كالتدخين والكحول والسهر المفرط وتناول المشروبات الغازية والكافيين، يعني من القواعد التي يجب تنظيمها. وأيضا من المهم مراعاة بعض يعني مثلا الابتعاد عن التدخين والكحول، وتنظيم شرب مادة الكافيين، لا يجوز يعني انك تاخذ اكثر من
400 جرام من هذه المادة في اليوم الواحد، وأيضا المواد أو السوائل الغازية ننصحكم بعدم شربها، ولو كان يعني الشخص مدمن عليها يتم تقليلها بنسبة بسيطة ألين يتم تركها بشكل كامل. وأيضا من المهم اهتمام في الجهاز الهضمي، يعني عشان تكون الصحة ممتازة عند الشخص. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم في درس قادم.